النهارده كده احنا في صور 3 من ضمن المصريين عند ام هاجر. زي ما انتم شايفين كده هنشوف تشكيله القماش اللي عندها. اي متر قماش ب50 جنيه. حلو قوي ده، متر بتاعها ب50 جنيه، وده كمان ب50، متر بتاعها ب50 جنيه. ده جميل، متر بتاعها ب50 جنيه، ده كمان ب50. ده كله فين؟ عند ام هاجر. شايفين الاشكال دي كلها؟ امال الكريب النهارده بكام يا هاجر؟ 50. دي كريبات اهي، المتر بتاعها ب50. ده كله فين؟ عند ام هاجر. ده ب50. ده كله 50، ده 50، ده كله كريبات اهيت. كريبات المتر بتاعها ب50، ما شاء الله عندها تشكيلة حلوة. 50، بعد 50، يلا بعد 75 يا مدام، يوم يا عسلية قماش جيب، قماش عباية في خفيف، ده ب50، عباية في تقيل جيب وجناطيل، وده ب50 يا هاجر. ده كمان ب50. وما الستانات اللي جنبك دي بكام؟ على حسب الحته اللي فوقيها. انتوا شايفينه ده المد اي متر ب50 جنيه، وفي حتة ستان بقى، حتة ب20، حتة ب30، مش كله حسب مقاس الحتة. ده كله فين؟ عند ام هاجر. ده ب40. حلوة، سكوبة بتاعت نار حلوة، والمتر بتاع المتر بتاعها ب40 جنيه. ده كمان ب40. حلو قوي، دي ب40. شايفين شكلها ما شاء الله تحفه. فين لمبه ازلك اصلا؟ كل شويه والله ادوس عليها. دي سكوبه كلها المتر بتاعها ب40 جنيه. ده كله فين؟ عند ام هاجر. عندك صور النهارده؟ بكام؟ 100. اي حاجه ب100؟ اي حاجه ب100. وعندك الكريبات ده 50. ده اي حاجه ب100. ده اي حاجه ب100. السواري دوت اي متر ب100 جنيه. بصراحه عندها تشكيل السواري حلوه. ده كله فين؟ عند ام هاجر في سوق 3. اللي يحب يجي لها تنزل محطه ام المصريين، تسال على بنك نصر اجتماعي، تخش في السوق هتلاقي في الاول كده في قهوه على ايدك اليمين وانت داخله. خش الشارع اللي جنبها هتلاقي ام هاجر في نص السوق. بصراحه عندها تشكيله قماش سواري، عندها كريب، عندها ساعات بتجيب ميلتون، عندها قماش سواري حلو كان ب100، وفي قماش عندها اللي هو الكريب كان ب50. ممكن يمشي معاكي في حاجات تمشي رجالي، وفي حاجات تمشي حريمي. بصراحه عندها تشكيله حلوه من القماش زي ما انتم شايفين كده. وهنكمل مع بعض نشوف بقيه الحاجات الموجوده عندها. ده كله كان عندها السكوبه. السكوبه شايفين السكوبه ما شاء الله جميله، سكوبه ب40 جنيه ما شاء الله، عندها تشكيله حلوه. السكوبة، كل السكوبة دي المتر بتاعها ب40 جنيه، وكريبات ب50. مع بعض بقية الفيديو كده. زي ما انتم شايفين الاسود ده مش زي السواري كده بتلمع، يمشي معاك لوحده، وممكن تدخلي بقى في عبايات سمرة. كل القماشات اللي انتوا شايفينها دي كلها كريب كان المتر بتاعها ب50 جنيه. حلوة قوي. في عندها قماشات تقيلة تنفع بناطيل، تنفع جيب، تنفع تعملي بها عبايات سمرة، وممكن تدخلي فيها القماشة دي تبقى تحفة. فيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لقيتها منزلة تشكيلة جديدة هصورها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى ان شاء الله الفيديو القادم.